هذه ومضة رقمية أرسلها لنا أحد الأحبة. السماوات السبع خلقت بكلمة كن فيكون، والأراضين السبع، والكون كله يتألف من ذرات. أيها الأحبة، كل ذرة من ذرات الكون تتألف من سبع طبقات، خلقت بكن فيكون. لو بحثنا عن هذه العبارة كن فيكون، نجد أنها ذكرت في سبع سور من القرآن. سبحان الله، انظر إلى التناغم مع الرقم سبعة، أن النظام الكوني يقوم على الرقم سبعة، وخلق بكون فيكون، والله عز وجل وضع هذه الكلمة في سبع سور من القرآن العظيم. هناك آية في القرآن العظيم عن مضاعفة أجر الصدقة، أنك إذا أنفقت حبة مثلا تضاعف 700 ضعف. يقول تعالى: كمثل حبة أنبتت كم؟ 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة. هذه العبارة، عدوا معي أيها الأحبة، 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة، 7 كلمات. 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة. استخدم القرآن 7 كلمات ليعبر لنا عن مضاعفة الأجر، 7 أضعاف مضروب ب100 إلى 700 ضعف، فاستخدم القرآن 7 كلمات. جزى الله خيرا من أرسل لنا هذه اللطائف، وأسأل الله أن ينفع بها من يشاء من عباده، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حتى يتبين لهم أنه الحق.